في البداية أنا لاحظت أن ما في إقبال وايد لأن مو معرض دولي، وثانيا في إقبال من القراء الروائيين، وايد ناس صار عندهم إقبال على شغل الروايات أكثر، وخاصة روايات الجريمة صارت تستهوي الناس بشكل كبير. ولاحظنا أن القراء متعطشين جدا لموضوع القراءة، فلاحظنا أنه قاعد يشترون كتب وايد بكميات كبيرة، وهذا الشيء قاعد أشوفه يأثر عليهم ويأثر حتى على دور النشر والكتاب بشكل إيجابي. صدرت لي رواية واحدة في عام 2020 في بداية الكورونا، رواية حياة خفية. رواية حياة خفية تتكلم عن قصة حقيقية صارت بين الكويت والعراق في بداية القرن الماضي. كان في عائلة بالعراق كانت راح تموت من الفقر، كان في شخصية مهمة جت من الكويت راحت العراق وخذت بنت من هذه العائلة ويابتها الكويت، وبيوم من الأيام صارت هذه البنت من أشهر الناس اللي بالكويت من الناحية الفنية، كانت قامة فنية كبيرة في ذاك الوقت. ولكن بين ليلة وضحاها تحولت هذه المرأة إلى مجرمة كبيرة ولقبت بالخائنة. شنو السبب اللي خلاها تتلقب بالخائنة؟ وهل هي خائنة فعلا ولا لا؟ كل هذا تلاقونه في الرواية.